قبل ما نبلش حوارنا حابين يعني نحضر احنا والمشاهدين مجموعه من الصور، صور للمصور زهراب لجلاله يعني المغفور له باذن الله الحسين. خلينا نتابع. أقسم بالله أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. من الوطن وللوطن، والوطن هو وطن كل عائلة وكل عشيرة ووطن كل مواطن في الشمال والجنوب والشرق والغرب سواء بسواء. سوف يكبر عبد الله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى يعني حضرنا هذا الفيديو اللي هيك جمع مجموعة من الصور، يمكن ذكرنا ب يعني أحداث صارت مع الحسين، وكمان يعني لسه الصبح كنا عم نحكي عن هذا الموضوع. ما في يعني بتسمع شخص بيقول لك بسمع صوت الحسين بفيديو مسجل له إلا بأشعر جسمي بأشعر. هلا دمعت والله، هلا دمعت. بس حضرت هذا الفيديو، بس رجعت تتفرج على صوره، شو الذكريات اللي بترجع لك؟ شو المشاعر اللي بتشعر فيها؟ أولا يسعد صباحكم، صباح الورد يا دنيا يا دنيا. الملك حسين كان إنسان قبل ما يكون ملك، يعني سيدي وما سيدي هالحكي هذا ما كان يعجبه، يعني اللي كان يجي بده يبوسه كان يرفض، لكن كان بدهم يبوسوه مشان يحسوا يشموا ريحته، عرفتي؟ مش إنه والله بدهم يبوسوا ذبذبي، لا. فيا ما أنا خليت ناس يجوا هيك يحضنوا يبوسوه. هو كان يحب يكون قريب أصلاً من الشعب. طبعاً، حتى بالصورة هاي اللي ورجيتيني اللي مصور لي الأمير فيصل. كنا عم نتفرج ما قبل يعني المقابلة، كنت عم بتفرج على يعني في عندك أكيد مجموعة من الكتب والألبيم الموجودة ومجموعة من الصور كتاب. فكنا عم نتفرج على هذا الكتاب، إذا بتفرجيهم إياه يعني طبعاً. زهراب بدي أغلبك على الكاميرا. طبعاً هذا الكتاب عم بتحدث عن الحسين، The Legend King حسين عم بحكي عنه، وفي مجموعة من الصور. بس تفتح الصفحة الأولى، أول ما نفتح الغلاف في موجود صورة لزهراب ويعني الحسين، فسألته مين صوركم؟ مين اللي كان عم بيصوركم؟ شو جاوبك؟ أمير فيصل هوايته كان تصوير، فيعني أحلى صور. هاي الصورة اللي عم نشوفها حالياً على الهواء يمكن هي مشابهة لهاي الصورة الموجودة. كاميرا هون ولا هون؟ هلأ إحنا نتحدث على الكاميرا اثنين. إذن هاي الصورة إحنا موجودة ومعروضة عنا من الجاليري، ولكن هي مشابهة للصورة الموجودة في هذا الكتاب. طبعاً يعني
العائلة الهاشمية بشكل عام هم قريبين للشعب، بحبوا دائما يكونوا بالزبط. مع الشعب. يعني الملك عبد الله ما أطيبه تواضعه، الله يساعده. أمين. يعني بالهموم والكذا عرفتي، فالله الله يبعث ناس حواليه، ناس يحسوا معه عرفتي. هذا هو كان الملك حسين، كل اللي حواليه كان بس بتمنوا بدهم يخدموه بس بدون مقابل بدون أي شيء. فهذا هو يعني زي ما قلت لك إنسان قبل ما يكون أي شيء تاني. هلا إحنا بدنا نتحدث كمان عن دخولك لي، خلينا نحكي لحياة الملك الحسين، كيف دخولك لحياة الهاشميين كيف كان؟ الله يرحمها طبعا الملكة علياء، هي أخذتني من إيدي هيك وعرفتني على الملك حسين، ولسه الأمير علي ما كان ولدان. يعني هذا الحكي عم نحكي يمكن قبل 46-47 سنة. يعني كان بشرفني أخدمهم، بشرفني. كنت تحس حالك يعني منهم من العيلة يعني؟ هم اللي بخلوك تحسي إنه منهم. يعني هلأ ما كنت أحس إنه هو، يعني هلأ لما أنا أكون جاهز إني أموت مشانه، لأنه صار عدة مرات محاولة اغتيال وأنا أحمل المسدس، ومرة بقول له يا سيدي بتمنى إنه يجي حدا بده يغتالك وأنا أجد حالي قدامك مشان أنا أموت عنك. قال لي يا أخي بعدين معك بدنا نعيش. لما المحبة توصل إنه الواحد يضحي بنفسه يا سيدي، وما يا سيدي هذا الحكي كله انسي، لأنه الحب أعلى من الحكي اللي التملق هذا. وهم لأنه متواضعين ما بيحبوا هالحكي كله يعني. حتى الملك عبد الله نفس الشيء، هي العائلة الهاشمية هذا يعني يمكن بالزبط. بميزها وبميزهم قربهم من الشعب، ويعني بحس الواحد حاله خلص منهم وفيهم عاد ما هم قريبين، ويمكن بالزبط. هذا الإشي اللي بيخلي الشعب هالقد بحبهم وبالفعل إنه يضحي بحياته فدائهم. طيب بدنا نتحدث كمان، يعني بما إنه حكينا عن هاي الصورة ومين كان يصوركم، الملك حسين كان يحب الصور ولا كان يتضايق من كثرة التصوير؟ لا 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 لا، أنا أولا عمري ما قلت له أعمل هيك أو أعمل هيك. أنا كنت أعرف الكورنر الأرن اللي أنا بدي أصور منه الضوء كذا شيء وأصور بدون ما يحس إنه شو عم بساوي. كيف هذا هو كان يحب التصوير، وأنا كنت أحمل دائما كاميرا زيادة معي، وهو كان طبعا زي ما قلت لك من هواياته كمان يصور، هواياته طبعا، وكان مهداة له كاميرات من الملكة إليزابيث زي ما حكيت خوان كارلوس وكذا، وكنت أخذه كلهم معي مشان هو يصور. أنا كنت أخذ شنطة خصوصي مشانه هو مشان يصور، كان يحب التصوير. كان يصور بس خلينا نحكي بالمناسبات المهمة، ولا كان فرضا بحياته اليومية يحب إنه يصور إذا شاف مشهد يعني؟ مش بالأردن بتفرق. مش كتير شفت، لكن برا بالخارج لما كنا نطلع طبعا نطلع شغلات رسمية وشغلات خاصة في نفس المنطقة مثلا، لما يكون إشي خاص يحمل الكاميرا معه يحب يصور ياخذ صور. طيب شو في هيك اكثر صوره للحسين بتحبها بس تشوفها بتتذكره وبترجعك لايام زمان، او يعني هيك بتجلب لك ذكريات حلوه؟ هاي الصوره، هاي اظن هاي الصوره مش بس محببه لقلبك، محببه لقلب كل الاردنيين. والملك عبد الله عنده اياها، بس عملت له اياها ابيض واسود، حاططها في المكتب عنده دائما بشوفها بالاخبار. نعم، يمكن كمان عم نشوف حاليا قدامنا كمان موجود مجموعه من الصور، ذكرت لي انه بوحده من الصور بس شافها الملك عبد الله بكى. والله اللي هي دمع دم. لانه ورجيته اياه قبل 3 سنين، اللي هي صوره الحسين مع الملك عبد الله الثاني. اكيد هاي صوره تضحك مع الاقصى. نعم هاي الصوره، انت في عندك زهراب لسه صور مخبيه مئات الالاف. مئات الالاف. شو رح تعمل فيهم لبعدين ان شاء الله؟ يعني مخبي قصص كتير وصور عشان ان شاء الله نعمل فيلم للملك حسين. حابب تعمل انا فيلم. زهقت وانا بحكي فيها. ليش؟ لانه الناس مش مقدرين، يعني مش اوفياء، كانوا مع الملك حسين وعندهم الامكانيات. ما حدا بيجي بيقول لي زهراب كيف نقدر ندعمك مشان فيلم الملك حسين في الخارج. أنت حابب انك تطلع بهاي الفكره بانك تعمل فيلم للملك حسين، وايضا حدثني كمان انك حابب تعمل متحف تعرض فيه صور العائله الهاشميه. العائله الهاشميه عندي تاريخ برضو، عندي نشي نص مليون صوره لتاريخ الاردن من بدايتها. عرفتي؟ فبدنا نعمل إشي هيك زي متحف حلو مع الكاميرات مع كذا. حبيت اشوف ناس مسؤولين كذا، ولا حدا مهتم.
مش مهتمين ما بيستاهلوا. يلا ان شاء الله اليوم من دنيا دنيا ومن قناه رؤيا صوتك بيكون مسموع وبتقدر تلاقي الاشخاص اللي يدعموك ويهتموا بهذا الموضوع، لانه هو بالفعل يعني الاردنيين جميعا يمكن بيستنوا مسموع للذوقين. اللي عنده ذوق انا عم بحكي معهم، اللي ما عنده ذوق مش راح يهتم. يعني شكرا لوجودك معنا. انت بتحاولي تطلعيني من الهجوم. مبسوطين بوجودك معنا، مبسوطين بهاي الصور اللي بترجعنا للذكريات مع الحسين. يمكن حتى في اجيال ما لحقت الحسين، ما عرفته خلال حياته، ولكن اكيد اعماله واحداثه هي بتتحدث عنه، والجيل الجديد اكيد بعرف من هو الحسين وشو الانجازات اللي انجزها.